دولة في العالم في العالم ها امريكا يا اخي السويد كذبنا امريكا وهذا ها ريهاني انا متاكد من كلامي هذا ريهاني سويسرا وانا انا هنا يا جماعه مو بكون متقين هي كندا هذا هو ريهاني هالتلفونه هذا ريهاني كلكم خراضي اغنى دولة في العالم هونج بونج وهذا ريهاني لا 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 راهن بجدي نظارة حق جديها برا النظارة الله يحفظك جنبي جنبيه أراهن بجنبيه جنبي صباح الخير يا شباب صباح النور كيف انت حاج؟ حياك الله ايش اللمة هذا؟ ايش معانا؟ اني تراهن ما هي أغنى دولة في العالم ما هي أغنى دولة في العالم وايش طلعت؟ هذا قال كندا وهذا قال أمريكا وهذا سويسرا وهذا السويد ايوه وانت الذكي ايش قلت؟ كونغ بونغ كونغ بونغ ما شاء الله طيب تراهنوني وانا اجاوب الاجابه الصحيحه تراهنك لا هي لا بونغ بونغ ولا السويد ولا امريكا اغنى دوله في العالم هي نحن اغنى دوله في العالم نعم اليوم نحن دوله غنيه ليس فقيره نحن دوله اليمن من اغنى دول العالم المواطن اليمني في البلد هذا اغنى مواطن في العالم بكله شفتوا ايش اغنى دوله في العالم عشان هكذا خسرت والرهان وانا الفايز يلا يلا كل واحد على كرسي يلا 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 ما تكون تجيبوا حاجة ولا انتم عارفين المعلومة الحقيقية رزق من الصبح انتم من هي اغنى دولة في العالم احنا في اليمن اغنى دولة في العالم بس احنا ما نشتيش نتكلم عشان ما يروحش الاجر علينا اغنى دولة في العالم انتم فقط اللي ما تذاكروا ولا بتتابعوا قنوات الحوت ولا بتعرفوا احنا اغنى دولة في العالم واقوى دولة في العالم واعظم دولة في العالم فقط لا تقول لي فرنسا ولا سويسرا ذاكروا واعتمدوا وتابعوا هذه القنوات أغنى دولة في العالم وكل هذا بفضل السيد القائد الهمام هذا لا لا مش هذا حبيب هذا أيوة هذا إحنا والله إن معانا ما يكفينا وندي للباقي الجابي في أفريقيا اليمنيين لا من أغنى غنى كل واحد أقل شيء مع صرفها في البيت لسنتين قدام والزلط ما أجي رمضان إلا والناس في نعمة سبحان الله العلي العظيم كتب أجرك يا ولي كذب أجرك يا عبد الولي ما تشتوا على النعمة هذا من أغنغين الدنيا نعمة مع اليمنيين صرف الواحد لمدة سنتين قلت جنب السواق قلت خلاص أنت روح قدك جنب السواق من أغنغين نغنغة مش حلو تزداد النغنغة دغنغة كان فأحسن لكم خلكم هذا واحمدوا الله على النعمة هذا وكذب أجرك يا ولي يا أخي مش أنت هناك اقتصاد زاخر في اليمن الشعب مرتاح ومستقر نفسيا الذي شي ياخذ سمك والذي شي دجاج والذي شي شربيض بيض والذي شي زبادي كل شيء موجود احنا بنعيش وكل شيء تمام كلهم يحسدونا على ما احنا عليه دواجن في كل مكان والدجاج ما شاء الله بتنتجها في كل مكان بالنسبه للاغنام بالنسبه لمشتقات الالبان بالنسبه للمزارع لكل شيء كل شيء سابر والخير من كل جانب كل شيء سابر الا احنا ندري ما نهول الامور الأمر سابرة والخير من كل جانب والخير من كل جانب ما دم بس أنا بتهولوا الأمور ولا كل شيء موجود متوفر السمك سمك والبيض بيض والدجاج دجاج والجمبري وكل شيء متوفر وأي مواطن ينقص على حاجة لا يستحيش يتصل لهم يرسلوا لها المنيو يطلب اللي يحتاج وفي توصيل للمنازل أنتم فقط اللي بتكبروا المسائل وتعقدوها ولا الأمور سابرة والخير من كل جانب وما على الشعب الله يرقد في البيت تخيل عاد انا قمت كنت من اكبر رجال الاعمال والان عاد انا صحيت لان انا ما عاد انا اشداري الليل من النهر عاد انا عدد ريال غاز قد انا اصبحت من آل البيت قالوا لي كيف اصبحت من آل البيت قلت قد انا جالس جنب المره ولا عاد عمل ولا عاد مهره قد انا من آل البيت اصبحت وهكذا طبق الحوثي نظريه حكم آل البيت بحذافيره خلى الشعب كله من آل البيت يعني ركدهم في البيت لا شغل ولا مشغله اصبح الشعب من آل البيت وهم صاروا من آل البنك الأمة بحاجة إلى اتباع آل البيت أن تكون أمة تابعة لآل البيت فأئمة أهل البيت هم أحق بقيادة هذه الأمة وهكذا بيجلسوا يصرفوا للناس هذا النغمة آل البيت وأحق بالولاية آل البيت آل الزيت آل المطبخ وعليها مش مهم تاكل ولا تشرب ولا تعيش ولا اي شيء بس بيحكموك على البيت في دول صح عايشين حياتهم رواتبهم ماشية وكل شيء أمورهم تمام بس بيحكموهم على البيت لا بيت بوس